هوروسكوب تارو صباح الخير. صحيح فات هوروسكوب تاع نهار صباح غير نص كل مرحبا بكم في راهو مدام ليلى باش تعمل هوروسكوب ماكش شفت الايامات هذه كل وانا هكا فهمتني حد يحضر اسمعني نحكي معاك سيخ تخلني مدام مدام صباح الخير صباح لبس عليك كيف تخلني صفيت وراس مرتضى ولدي نخرجك خارجك هوني في الشتاء تاكل بونطاطا هايلة تاكل جمعة كوجي نرتاح منك ونرجع ناخذ بلاصتي في الهوروسكوب حرام عليك يزي نجيبة يزي حرام عليك ديجا هما برشا عباد ما يهضموكش تزيد تحكي هكا عليه عليه نجيبة صدقني برشا عباد يهضموك كردو لتاكسي ستاير ديديكاس للتاكسي ستاير الكل حق زيد فما ديديكاس نبيل عطار اي بالحق راه قال شو اسمه قالوا قول ديديكاس في الراديو به صحيح خت بكا لا كاردي عنده مدام ليلى صباح الفل والياسمين شكون اكثر لبراج حظ اليوم ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم مبروك يا رب ان شاء الله نهاركم ورد وياسمين نورمالمون العذراء والجدي اليوم اليوم نهار العذراء والجدي ان شاء الله نهار مبروك ان شاء الله نهار مزيان ارتحنا من البالونس شويه اليوم نهار العذراء والجدي بيان سور بعد لوغوسكوب في الساعه الثانيه مدام ليلى باش تعطينا اهم ميزات العذراء وميزات الجدي ان شاء الله ان شاء الله كان خلتني نجيبه بيان سور ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم مبروك توانسا كل سيغتو اللي تبعوا فيا كالعاده نبداو بسي الحمل مزيان مستقر الثلاث ايام هذوما الاخرانيين ياسر عجبني مستقر على الاخر اخبارها حلوه نشاط في الخدمه امور 5-5 خرجت له السيس دو كاغو السيس دو كاغو ستابيليتي توتال الثور نهارين تو عنده بخاسك متوتر شويه الثور اموره مش ولا بد مقلق يحس روحه عنده ملاز خاطر خرجت له تخوا تخافن فريمون مقلق فسافا باسي يا ثور وسع بالك ما يسالش له نهار مستقر لا فيه له سلبي له ايجابي مستقر بالنسبه للثور الجوزاء الجوزاء مزيانه برشا جوزاء اللي متفائله وفرحانه ومتوازنه وعندها اقبال ومحلاها محلاها خرجت لها لويد دوكور لويد دوكور معناها ورقه حلوه برشا في لي تاغو ورقه قويه برشا نهارك مزيان اليوم يا جوزاء السرطان السرطان ماديا مقلق شويه يا سرطان بورتون خرجت لك الورقه نتاع شانس بجنبك اللي هي سيت دو كارول فيكتوار والزهر والقبول والدنيا كل كان تحب تقدم حاجه ولا ناوي على فلوس ولا على قرض ولا على اي حاجه هكا فانس اليوم يا سرطان الحظ معاك اخرج من القلق وحاول تعمل خطوه باهي باش تخرج روحك من اللي انت فيه الاسد الاسد متفائل اليوم باهي برشا الاسد هذه ثاني مره تخرج له لغوا دو كارول لغوا دو كارول سي لا بلو فورت في دي تاغو فريمون اليوم نهار مزيان برشا سورتو لي بلان يا اسد خاصة في العمل في الحب الفلوس خطوة إيجابية برشا اليوم بالنسبة للأسد العذراء العذراء طبعا نهارين قلت لك انا اليوم نهار العذراء العذراء حلوه برشا اليوم صبحت متفائله صبحت فرحانه امورها 5-5 عندها خطوه ايجابيه برشا عندها اخبار حلوه وعندها مفاجاه ساره برشا حاجه مش مستنيتها ما يحتمل له يا اما كلام يا اما حاجه رسميه فيما يخص الفلوس مكسب هي برشا برشا للعذراء او ميم طون باغاليل فما ديكلاراسيون دامور ولا حاجه حلوه عاطفيا على خاطر خرجت لو كور اليوم اليوم نهار العذراء فريمون نهارك مزيان برشا يا عذراء معناها استغلوا نهار اليوم اي حاجه تحاول تعملها اعملها ما توخرش الميزان الميزان حلو برشا مستقر كيما البارح حلو الميزان في مرحله التهيئ معناها كي قاعد يحضر حاجة حلوه جاي في ثنيه ان شاء الله ربي معاه متفائل كل تنجم تقول الحظ معاه كل شيء قاعد يمشي معاه كيف ما هو يحب حتى كان فما شويه غطاغ ولا اوبستاكل ولا يحس فماش رطار فما رطار ولا اوبستاكل ولا حاجه تعمل طون داغي ما يسالش يا ميزان سافا باسي على خاطر قاعد تمشي دون لو بون سونس دون لو بون شومان والحظ معاك 100% اي سورتو سنتيمونتالمون ربي معاك يا ميزان العقرب العقرب اللي محظك يا عقرب وشد عندك عندي بريس 15 يوم وانا لحلح بيك باش تصبر شويه اليوم نهارك حلو برشا يا عقرب في اخبار مزيانه برشا فما حاجه فيها فلوس ولا كسب ولا مشروع ولا خدمه فما اشوار فافورابل بوغ توا يا عقرب خاصه ماديا اي بوي ان شاء الله ديسي لابخي ميدي حاجه حلوه تخرجك من اللي انت فيه نتاع الفتره اللي فاتت الكل العقرب القوس القوس سي القوس ربي معاك يا قوس اخرج شويه من الماديات خليك عاتي في رومانسي شويه على خاطر سي القوس كونسنتري 100% خدمه وفلوس ما ترهقش نفسك ما تتعبش روحك خلي الامور تمشي بطبيعتها ويعيشك يا قوس اخزر الاشياء بعمق باش ما تضيعش حاجه مهمه على خاطر حاجه ما اهم ربي معاك يا قوس بورتون عنده الحظ اليوم راه خرجت له سيس دو كور سيس دو كور ياسر حلوه الجدي الجدي ياسر مزيان اليوم نهارك يا جدي نهار في توفيق في اقبال في قبول في سيناتور دو بابي ولا اكور رسمي في حاجه يسرح لها في مقابله انت محضر لها
ولا تستنى فيها وفي مقابله ولا الا حاجه جايتك على مخوفيستك هكا باش تفرح بها على الاخر. معناها اليوم يا جدي عندك خطوه هامه جدا جدا جدا، ان شاء الله نهارك مبروك وربي معاك. ادلو ادلو ياسر مزيان، ماخذ الامور ببساطه على الاخر. تنجم تقولك اللي قابل الوضع كيف ما هو، والقبول والتفاؤل اللي عنده منجحوا برشا في الفتره هذه، خاصه عمليا وعائليا. عائليا فما حاجه ياسر حلوه بالنسبه للدلو، كاينه باش يحط نقط فوق الحروف وانا باش يصلح وضع معناها متعبوا يا اون بيريود. اليوم نهارو مزيان برشا ادلو كالعاده، نكملوا بالحوت. الحوت ياسر مزيان اموره 5-5، يعطيك الصحه يا حوت. يعطيك الصحه. عنده برشا حاجات في مخه يحب يوصل لهم بقدره ربي باش يوصل لهم. اخبار مزيانه، الحوت زاد عنده حاجه فيها فلوس اليوم، نهار الفلوس ابارامون للبرج الكل نهار ثلاثه معناها ثاني نهار في الجمعه، فما حاجه باش تحصل عليها الحوت اليوم. كان ناوي قرض، كان ناوي كهرباء، كان ناوي كريدي، كان ناوي حاجه رسميه بور لا في. اصدم يا حوت امورك 5-5 خاطر معاك. اصدم يا حوت خاطر معاك 6 دو كور. 6 دو كور ياسر حلوه، ان شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم زين. تقابلوا غدوه في نفس التوقيت على نفس الفريكونس 100.6 100.7. بون شونس ا توش اتا.